24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم، معكم هدى منسقة عملية من أجل الحياة. كلنا ملزمون باحترام قانون ستيل. هذه العملية منظمة من طرف الجمعية الوطنية للتنمية والسلامة الطرقية بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبتنسيق مع أمن عين الشقة. اليوم حملة وطنية اللي كتنظمها الجمعية الوطنية للتنمية والسلامة الطرقية على مستوى الدار البيضاء. هذه الحملة فهي وطنية منظمها نارسا أو ما يسمى باللجنة سميتو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. هذا النشاط هو وطني على الصعيد الوطني، منخرطة فيه تقريبا واحد 100 جمعية على الصعيد الوطني. انطلقت اليوم المناسبة. بالنسبة للإشهارات ديال التلفازة راه ما كيوصلوش الناس بزاف، يحاولوا يوصلوهم الناس في الانترنت، فيسبوك، انستغرام، يحاولوا ينفستيو في دي كونت انستغرام ويديروا مثلا ريلز، يديروا مثلا فيديو فريل ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم هذا الشيء يقدر يوصل لواحد النسبه كبر ديال الناس. اما التلفازه مثلا غير انا راه كنتفرج في التلفازه كاع، عندك غير ديك الوقيته ديال الغدا كتشوف واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه في التلفازه صافي. الا كان واحد الانفستيسمون بالنسبه للسوشيال ميديا يديرهم الناس في السوشيال ميديا هكا احسن. اما بالنسبه للتلفازه كانت واحد الوقت، ولكن دابا ما بقاتش واكله بزاف. السوشيال ميديا والانترنت هي اللي تقدر توصل فيها المعلومه اكثر.